أكلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة مش إن حد يسيب عندك فلوس وتردها له، في حاجات كتير بتدخل تحت بند الأمانة. جسمك اللي ربنا اداهولك أمانة، شغلك وعملك أمانة، تربيتك لولادك ورعايتك لبيتك أمانة، كتمانك للسر أمانة، وغيره وغيره. الأمانة من أهم وصايا رسولنا الكريم، ولذلك سمي بالصادق الأمين. وعشان تبقى أمين، خلي ضميرك هو اللي بيحاسبك على كل تصرف أنت بتعمله. لو كل واحد بقى عنده أمانة، صدقوني هنبقى في حتة تانية خالص. خليك أمين وابدأ بنفسك. كلمات وأداء صوتي، حسام حسني.